السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. إن شاء الله في هذا الدرس سوف أبدأ مع الإخوان المبتدئين في مجال فايفر على إنشاء طريقة أو شرح كيفية إنشاء خدمات للمبتدئين الذين ليست لديهم أي مهارة في مجال العمل على الإنترنت. وإن شاء الله إذا لاقت استحسانا هذه الدورة فسوف أشارك معكم كل يوم موضوع أو خدمة يمكنك تقديمها فقط بأسهل الطرق. لهذا قل لي أسفل هذا الفيديو، هل أنت مهتم بمجال فايفر لكي نبدأ بعمل استراتيجيات ومشاركات للإخوان الذين لا يعلمون كيفية العمل على الإنترنت؟ وأيضا سوف أشارك معكم أكثر العدد تقريبا 60 إلى 30 خدمة لا تتطلب إلى أي مهارة أو شيء من هذا، سوف تشاهده إن شاء الله في قناتنا. وهكذا لكي نبدأ إلى الشرح سنمر مباشرة إلى الموقع. فايبر، الخدمة التي سوف نقدمها اليوم والتي تكون بعنوان هاشتاغ انستغرام. كما رأيتم في الفيديو الذي قدمت لكم كيفية وضع بعض الهاشتاغات، وفي هذا الفيديو سنبدأ بتقديم هذه الخدمة التي صراحة جد جد سهلة ولا تمكنك من كما نقول أن تكون احترافيا أو محترف. هنا سنقوم بكتابة انستغرام بهذا الشكل، انستغرام، ونضيف له هاشتاغ هكذا. وبهذا نبحث على عدد الخدمات التي تظهر هنا في الفايفر. لدي تقريبا 1002 خدمة، ولكن لا علينا، كما قلت لك إذا لم تعجبك هذه الخدمة قد تجد ضالتك في الخدمات الأخرى الأزيد من 30 خدمة إن شاء الله التي سوف أشاركها معكم للإخوان كما قلت في أول فيديو للإخوان المبتدئين. هنا لدي العديد من الخدمات والتي يمكنني وضعها حتى أنا وأبدأ بالعمل عليها. سنقوم بالدخول إلى أي خدمة لكي نأخذ فكرة عامة على ما هو محتوى هذه الخدمات التي يقدم. حتى 10 دولار، 10 دولار. سنقوم بالدخول إلى 5 دولارات ونرى ما يقدم هذا الشخص، هل يمكننا أيضا نحن تقديمه. هنا قال لك I will research the best hashtag to grow your Instagram. وكما لاحظت the best hashtag سوف نجدها حتى نحن وسوف نقوم ببيعها للكاستمر على الفايبر. وهنا سنقوم بأخذ بعض المعلومات، الصورة الشخصية يجب علينا نحن العمل عليها وتعديلها، ولكن صراحة طريقة سهلة يمكنك بما أنك دخلت إلى فيديو الخاص بفايبر فأنك ترى، فأنت لديك بعض المعلومات الخاصة عليه لكي لا ندخل في التفاصيل. وهنا يقوم بتقديم أو يشرح ما هي الخدمة التي يقدمها. يمكنك أخذ هذا الديسكريبشن والتعديل عليها بطريقتك الخاصة ووضعها حتى أنت. هنا يقوم بتعريف الهاشتاغ، ما هو الدور الخاص بالهاشتاغ إلى غير ذلك، ويقول لك هنا What can you do from me؟ ماذا أريد؟ أي السؤال الذي توجهه للكاستمر، ماذا تريد؟ المعلومات التي توجهها للكاستمر. هنا تقول له أريد أن أرى، أريد معلومات حول البوست الذي تضع، أريد المكان، وأريد ما محتوى البوست، على ماذا يتحدث، لكي تبدأ بإعطائه الهاشتاغ المناسبة. وكما سوف نمر الآن إلى كما نقول إلى التطبيق سنزيد في التعمق. هنا نرى أن هذا قام بالعمل تقريبا ديرنيير ليفريزون تقريبا يومين. هنا نرى أن هذه الخدمة لا زالت كما نقول، رغم أن الرانك الخاص به، إذا قمنا بالنزول هنا انظر الرانك الخاص به متواجد في الصفحات، ولكن لا علينا لأنه أعتقد أنه في الليفل واحد، وهذا لا يمكننا من عدم العمل. لهذا أقول لك يا صديقي، لا يهمك المستوى، سواء المستوى الأول أو المستوى الثاني لا يهمك، المهم هو أن تعمل بجد وإن شاء الله سوف ترى النتائج. وهنا نرى الخدمات التي يقدمها، الخدمة الخاصة ب5 دولار، 10 دولارات، 15 دولار كما نجد هنا. ولدينا هنا تقريبا هذه الخدمة الخاصة ب
الخاصة كما نقول ب5 دولارات، 30 هاشتاج ب5 دولارات، 60 هاشتاج ب10 دولارات، 100 هاشتاج ب15 دولارات، زائد بعض الخدمات. ونحن فقط سوف نقوم بالعمل بيسك، نستغل فقط 5 دولارات إلى غير ذلك، ونقوم بالنزول إلى كما نقول إلى النجوم، لدي 5 نجوم، والتعليقات تعليقات إيجابية. وهكذا سنأتي الآن إلى طريقة العمل. على سبيل المثال قام سنقوم بالدخول إلى هذا الموقع، قد قمت بشرحه، ولكن اليوم الشرح سينطبق على تقديم الخدمة الخاصة بنا. وهنا على سبيل المثال إذا قمت بالدخول إلى هذا الموقع سأتي إلى هنا انستغرام هاشتاج جنريتور بهذا الشكل، وأتاني على سبيل المثال وعملت الجيج الخاص بي وعملت الخدمة الخاصة بي وكل شيء تمام وكل شيء جيد. ويبقى المشكل الأساسي، وهو أن بعض التساؤلات التي يجب أن نطرحها على الزبون. أولا سأقول له ما هو محتوى الصورة. على سبيل المثال هو قام بوضع صورة خاصة برياضة ما أو شيء ما. على سبيل المثال سنختار رياضة البيسبول، بهذا الشكل، ونبدأ بالبحث. كما قلت لك تقول له ما هو المحتوى أو ما هو التوبيك الخاص بالصورة، وأيضا تقول له ما هي المدينة أو السيتي التي توجد فيها الصورة. هذا السؤالين مهمين جدا يا صديقي. أولا عند إعطائك الموضوع أو المحتوى الخاص بالصورة، الصورة خاصة بالبيسبول، سأقوم بالنزول هنا إلى الهاشتاجات التي توجد. لا تقوم يا صديقي بأخذ هذه الهاشتاجات التي هنا وترسلها له، فهذا يعتبر من خيانة الأمانة وليس بعمل شريف. سنأتي إلى هنا، وعلى سبيل المثال سنختار هذه الهاشتاجات التي تكون عليها باللون الأبيض الأخضر. لماذا اللون الأخضر وليس اللون الأحمر؟ لإذا قمنا بالنزول إلى هنا سنرى هل عليها كما نقول لدينا هذه الكلمة difficulty، سنرى ما هي الكلمات السهلة وما هي الكلمات الصعبة في تصدر أو في جلب أو في رفع البوست الخاص بك. فقط ستضغط عليها بهذا الشكل وتظهر لك الهاشتاجات التي يمكنك أخذها هنا. ستأخذ تقريبا ما يناهز 15 إلى 20 هاشتاج على أقصى تقدير إذا وجدت. إذا لم تجدها فسنستعين بالهاشتاج الخاص بخاص بالمكان. هنا سنأتي إلى أي هاشتاج كما ترى بهذا الشكل ونختارها هكذا هكذا هكذا. جميعها تقريبا نختار كما قلت لكم 20 10 على سبيل المثال، ونقوم بعمل كوبي لهذه الهاشتاجات، ونأتي إلى نوت بوك ونضعها بهذا الشكل. والآن قام بإرسال لي ما هي المدينة التي يتواجد فيها. سأتي إلى هنا وأضيف المدينة التي يتواجد فيها على سبيل المثال أوهايو، بهذا الشكل، وأضغط على Generate. وأيضا يمكنك الاستفاضة في المعلومات وتقول له ما نوع الرياضة بالضبط، أو ما هو السب نيتش الذي يندرج فيه الصورة لكي تقوم بوضع الهاشتاجات الخاصة به. هنا قمت بوضع المدينة الخاصة به، وأيضا تظهر لدينا هذه النتائج. وأيضا في المدينة يمكنك كما نقول عمل سب نيشن لكي تقول له ما هي الجهة أو كما نقول الكارتي التي أنت فيها، وتضع له الهاشتاجات الخاصة بتلك المنطقة. وهنا سأقوم بأخذ الهاشتاجات التي تكون باللون الأخضر. على سبيل المثال لدينا هنا 18 كما ترى، ونقوم بالنزول حتى نجد الهاشتاجات التي تكون باللون الأخضر مثل هذه الهاشتاج 4، وسنرى ما هو الاسم. لدينا باي هاوس يمكنك أيضا أخذها وهكذا. وكما قلت لك هذه الخدمة التي شاركت معك يمكنك أيضا البحث على بعض المواقع التي تقدم الهاشتاجات كما نقول الأكتيف، والهاشتاجات التي تمكنك من عمل بوست أو بوستين للبوست الخاص بالكاستمر لديك.
وكان هذا أول فيديو لنا في هذه السلسلة التي نبدأها إن شاء الله، وسلسلة مشاركة بعض الخدمات الخاصة بفايفر. وقل لي أسفل هذا الفيديو هل يعجبك هذا المحتوى لكي نستمر فيه أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.